انطلقت في سوهاج فعاليات مبادرة قطار الخير بحضور المحافظ طارق الفيقي وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مؤسسة أو بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وبين مؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم 60 قرية داخل محافظة سوهاج. وذكرت حياة كريمة في بيان صحفي لها قالت فيه إن المبادرة تأتي ضمن حزمة إجراءات أطلقتها المؤسسة وتستهدف توزيع 150 طن من المواد الغذائية إضافة إلى 20 طن من الدواجن وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشف الطبي في 10 مجالات طبية متنوعة ويستفيد منها سكان 60 قرية بعشر مراكز داخل سوهاج إضافة إلى توزيع 1000 حقيبة وقائية من فيروس كورونا المستجد على الفرق الطبية في المستشفيات العامة في عدد من مراكز محافظة سوهاج.